كان شتاء عام 1918 بالتحديد بارداً. درجة الحرارة المتجمدة شلت الولايات المتحدة الأمريكية. لكن واشنطن كانت قد شاركت تواً في الحرب العالمية الأولى، ولا يمكن السماح لأي شيء بتعطيل أو إبطاء تدريب القوات. ومع ذلك، ومع هذه الاستعدادات، كان هناك خطر آخر ينتظر. أوشك بلاء أسوأ من الحرب على الحلول. في غضون أشهر قليلة، سينشر الفوضى ويهلك عشر الكوكب قبل أن يختفي مجدداً ويتم نسيانه. بدأ كل شيء في معسكر فانستون في كنساس، حيث كان 30,000 رجل يستعدون ليصبحوا جنوداً في المعارك. في الرابع من مارس، تغيب طباخ عن الاجتماع الصباحي، تبعه عريف ثم رقيب. في حلول منتصف النهار، اضطر أكثر من 100 جندي إلى الانسحاب من التدريبات. جميعهم عانوا من الأعراض نفسها، حرارة بدرجة 40، آلام في الجسد، صداع وسعال شديد. بالنسبة إلى إدوارد شراينر طبيب المعسكر، التشخيص كان واضحاً، الجيش الأمريكي يعاني من الإنفلونزا. يروي الجندي إيرفينغ غرينوالد: ذهب الجميع إلى المستوصف، تم فحص المرضى وعزلهم وعلاجهم. بعد بضعة أيام من الراحة، يأخذ المتعافون فترة نقاهة في الهواء الطلق، لكن في غضون ذلك يزداد الفيروس ويتضاعف، يصيب 10,000 رجل كل أسبوع. بالنسبة إلى القيادة لم يكن هناك داع للقلق، فنادراً ما تكون الإنفلونزا قاتلة للمصابين بها، لكن حينها في نهاية مارس عام 1918، فرغت معسكرات التدريب بعد توجه القوات إلى الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. في مواجهة ألمانيا العدوانية، أصبح الدعم الأمريكي هاماً وحاسماً. على الرغم من سرعة تفشي المرض، لم يتم اتخاذ أي تدابير للحد من العدوى. الأولوية هي إرسال 4 ملايين رجل إلى الجبهة. يوماً بعد يوم، أبحر من نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا. لنقل هذا العدد الكبير، يتضاعف عدد وسائل النقل والطرق. وخلال وقت قصير، رست السفن في وقت واحد في ليفربول وبريست وبوردو وحتى مارسيليا. خلال فترة العبور التي استمرت 8 أيام، تحولت المجموعات المصابة بالإنفلونزا إلى كتائب نتيجة للعدوى. هناك العديد من المرضى من بين 100,000 رجل الذين يأتون كل شهر، لكن العديد سيمتثلون للتعافي. لم يظهر الفيروس وجهه الحقيقي بعد، لكنه يواصل هجرته الصامتة في هذه الأثناء. أصبح رفيق سفر مخلصاً، ينتقل عبر فرنسا نحو الخطوط الأمامية. موكب المحررين يمر عبر المدن والقرى. مع كل عناق ومصافحة، يتوغل الفيروس بصمت إلى السكان الذين يصادفهم في طريقه.
تم رصده حول الموانئ أولاً ثم على طول مسارات السكك الحديدية باتجاه الشرق، كما لو كان يريد الانضمام إلى المعارك. بعد 4 سنوات من القتال، وصول التعزيزات يعني الراحة. يتعايش الجنود بعضهم مع بعض، والفيروس لا يهتم بالزي الذي يرتدونه. لم يشك البريطانيون والفرنسيون أن كارثة رهيبة انزلقت إلى صفوف أشقائهم الجدد في السلاح. كادت الاحتفالات تنسيهم أنه لا يزال يتعين عليهم هزيمة العدو الألماني. في 9 من أبريل عام 1918 كان هناك هجوم جديد على خنادق فلاندرز، تريد ألمانيا الفوز قبل تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من نشر قواتها بالكامل. بشكل سريع خرقت جيوش قيصر خطوط أعدائهم وأسرت عدداً كبيراً من الأسرى. ذعر الحلفاء وتراجعوا، حازت ألمانيا على الأفضلية. من تلك المرحلة فصاعداً أصبح الأمر سباقاً مع الزمن. تندفع قوافل ضخمة محملة بأكثر مما يمكنها تحمله إلى الأمام بخطى سريعة، وعلى متنها لا توجد مقاعد جلوس مريحة أو عربات طعام. عدم الاعتناء بنظافة الجسد والتقارب الجسدي كانا طبيعيين جداً. وبسرعة بعدما طغت أعداد دول الحلفاء على الألمان فقدوا الأفضلية. الخسائر في الجانب الألماني كبيرة، كما تأثرت أعداد كبيرة من الجنود الألمان بمرض مفاجئ حمى إلى مدة 3 أيام عرفت باسم إنفلونزا فلاندرز. سيطر الفيروس الآن على كلا الجانبين. الصحافة لا تزال صامتة تحت أعين الرقابة العسكرية. إسبانيا هي أول من نشر خبر المرض، البلد محايد وصحفه حرة لإعلام العالم. يعلم الجميع أن الإنفلونزا القادمة من الشمال تجوب شبه الجزيرة الأيبيرية. حتى الملك ألفونسو 13 أصبح طريح الفراش، كما تأثر رئيس وزرائه والعديد من مستشاريه. تم تأجيل اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. يواصل سكان مدريد غير القلقين عزف لحن من الأوبريت المشهور في ذلك الربيع، جندي نابولي. وبمجرد وصول معدل الوفيات في العاصمة إلى ضعف المعدل الطبيعي، اكتسبت العبارات المبهجة نغمة أكثر سوداوية وكلمات جديدة. يا جندي نابولي، اللعنة عليك، مرضك المميت نذير شؤم، أنت لا تسبب لنا سوى المتاعب، طوبى لمن ينجو. الفيروس الذي جلبه العمال الموسميون العائدون من جنوب فرنسا ينتشر بفضل شبكة السكك الحديدية الإسبانية المتطورة. يشرح السفير الفرنسي في مدريد مخاوفه قائلاً: انتشر الوباء بسرعة غير عادية في غضون 3 أيام، أثر في 70% من السكان. إن ضرب الوباء فرنسا بطريقة مماثلة، فقد يكون الإيقاف الجزئي للحياة اليومية مدمراً. بعد انتشاره في إسبانيا، سيطلق على المرض من الآن اسمه الإنفلونزا الإسبانية. مع نهاية مايو عام 1918 خرجت وسائل الإعلام في الدول المتحاربة عن صمتها أخيراً.
في فرنسا تزعم بعض العناوين أن فرنسا لم تتأثر بما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية، ومع ذلك تشير أعداد متزايدة من التقارير العسكرية إلى خلاف ذلك. بعد إعطائه اسماً رمزياً، المرض الحادي عشر تم تسجيل انتشاره في كل ركن من أركان الدولة. حالات جديدة تظهر كل يوم. على الجانب الأمريكي، ما يقرب من نصف أطقم الغواصات في البلاد في إجازة مرضية. إن وضع الفيروس في هذه البيئة المحتضنة تحت الماء يجعله أكثر فاعلية. على الجانب البريطاني، أثر في 10% من جنود البحرية. اضطرت البحرية الملكية إلى إلغاء العمليات الرئيسية في بحر الشمال. على الأرض، أصبحت الجيوش من جميع الجهات مجموعات ضخمة. يلخص أحد التقارير الوضع: شهد لواء مدفعي واحد إصابة ثلث قواته بالمرض في غضون 48 ساعة. في أحد الأيام كان هناك 15 رجلاً فقط جاهزين للخدمة من إجمالي 145. حرصت المقرات العسكرية على عدم نشر الأخبار. في زمن الحرب السرية أمر أساسي، يجب ألا يعرف العدو شيئاً، لكن نيويورك تايمز كانت بالمرصاد. حتى المقاتلون لم يتم إعلامهم. الأولوية هي معنويات القوات، ويجب على الجنود التركيز على واجباتهم. يجب أن يستمر كل شيء كما لو أن الفيروس غير موجود. لذا تمت إعادة المرضى والجرحى إلى الخلفية. عاد البريطانيون إلى ديارهم. لم يتم اتخاذ احتياطات خاصة عند رعاية هؤلاء الناجين من جحيم الأرض. يعبر الفيروس القناة الإنجليزية بصمت على نقالات. بدأ الآن غزو جنوب المملكة المتحدة. في شمال البلاد يتدهور الوضع من سيء إلى أسوأ. قبل أسابيع كانت القوات القادمة من أمريكا تمر عبر مدن الموانئ. في ضواحي الطبقة العاملة كان عدد الحالات أعلى بعشرين مرة من المعتاد. في مانشستر أطلق الطبيب جيمس نيفن ناقوس الخطر. في إحدى المدارس سقط الأطفال على مقاعدهم كأنهم نباتات تسممت جذورها. كان الهجوم مفاجئاً وكان النعاس من الأعراض البارزة. بصفته رائداً في شأن الوقاية، دعا نيفن إلى غسل اليدين والتباعد الاجتماعي. ألهمت توصياته نوعاً جديداً من الأفلام مخصصاً للصحة العامة، كهذا الإعلان الذي يوضح كيف يمكن لعامل مكتب أن يصيب زملائه في مدار يوم عمل واحد. لكن الانتصار في الحرب يتطلب تضحيات. رئيس الخدمات الصحية البريطانية السير آرثر نيوشولم مستعد لتقديمها. الاحتياجات الملحة للحرب تبرر تحمل خطر انتشار العدوى. لا يوجد شيء آخر ليقال. لم يتم فعل أي شيء لوقف الغزو. بحلول يوليو من عام 1918، على الجانب الألماني لم تكن الأمور على ما يرام. أعلن الجنرال لوندورف كبير الاستراتيجيين في الجيش الألماني: انتشرت الإنفلونزا في كل مكان. محزن أن نستمع كل صباح لتقارير رؤساء الأركان عن عدد حالات الإنفلونزا وعن ضعف قواتهم. بسبب نقص المقاتلين الأصحاء أجبر جيشه على التراجع. بعد الحصول على إجازة
يعود الجنود المرضى والذين لا تظهر عليهم الأعراض إلى ديارهم. اختلطوا بالمدنيين الذين أضعفتهم المصائب على الجانب الآخر من نهر الراين. يتحمل سكان ألمانيا المستنزفون مسبقاً العبء الأكبر للوباء. تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في هامبورغ وبرلين ومانهايم. على العكس، تبدو الأمور على جانب الحلفاء تتحسن. مع الطقس الجيد، انخفض عدد الحالات في القوات المسلحة بشكل حاد. إنه فصل الصيف، يبدو أن الوباء ينحسر والنصر يلوح في الأفق. صحيفة لا لانترن اليومية تظهر سرورها. تحيا الإنفلونزا الإسبانية، لأنها على الرغم من كل شيء هي السبب الرئيسي في منحنا بعض الراحة، سواء لجنودنا أم للشعب في الخلفية. إن كنت تصدق الصحف، فبالنسبة إليها كل شيء انتهى. لكن في الواقع، الفيروس يتجول والناس لا يدركون الخطر غير المرئي الذي يخيم عليهم. بروفيسور البارز فرناند فيدال حذر من الأمر. تحدث العدوى بطريقة خاصة جداً وتنتشر بسرعة لا توجد في أي مرض آخر. لكن تحذيراته لم تلقى آذاناً صاغية، لا من السلطات ولا حتى الرأي العام، وهذا عار، لأن التسوق، الذهاب إلى العمل، إحضار راتبك أو الحصول على المعلومات المطلوبة تتطلب رحلات يومية. حالات التواصل تستمر. لم يكن العمل عن بعد أو تحصيل الراتب والدفع من دون تلامس خياراً حينها. تسبب حالات النزوح هذه التي لا مفر منها تجمعات سكانية، مراكز المدن مزدحمة، وسائل النقل العام والأسواق مكتظة بالناس. يتفاقم انتشار الفيروس بشكل خاص بسبب الافتقار إلى تدابير الحماية. في حلول صيف عام 1918 انتشرت الإنفلونزا في جميع العالم، من البرتغال إلى روسيا، عبر أيسلندا وإيطاليا واليونان وحتى الصين. أعداد الحالات تنفجر، المرض أصبح وباءً. والأسوأ، الفيروس تحور وأصبح شكله الصيفي أكثر رعباً. الآن هناك مئات الوفيات كل أسبوع. بدأت الموجة الثانية تواً، وهي أكثر فتكاً من الأولى. سويسرا هي الوحيدة التي تدرك التحدي الذي تواجهه. في 18 من يوليو أوصى مرسوم اتحادي الكانتونات بحظر التجمعات وإغلاق الأماكن العامة، وأي مخالف قد يتعرض لغرامة كبيرة أو حتى السجن. لكن في أماكن أخرى لم يتم اتخاذ أي تدابير وقائية لإبطاء انتشار الوباء. لا تزال الأولوية القصوى هي الحرب. تتقاطع عمليات تسليم المعدات والمواد الغذائية مع نقل القوات. هذا جزء مستمر من العمل عبر المحيط الأطلسي. من أكثر الوجهات شيوعاً في ذلك الصيف كانت أفريقيا، وهي مورد رئيسي للقوى العاملة والمواد الخام للإمبراطوريات الاستعمارية. تم الإبلاغ عن الفيروس للمرة الأولى في الجزائر، ثم في المغرب، ثم سيراليون. في 15 من أغسطس من عام 1918 وصلت سفينة تجارية للتزود بالوقود إلى فريتاون، مركز تجارة الفحم غرب أفريقيا، على متنها 124 شخصاً مصاباً ومات أحدهم.
أثناء تفريغ جثة المتوفى، يقوم عمال الرصيف بتحميل مستودعات الفحم الخاصة بالسفينة. بعد 10 أيام أصيب 600 شخص منهم. بدأ عدد الضحايا يتزايد. يسميه بعض السكان المحليين بمرض مانؤو، الذي يعني ما هذا. حتى لو لم يعرفوا السبب فسيرون آثاره في وقت قريب. خلال شهر أصيب ما يقارب ثلث السكان. في لاغوس عاصمة نيجيريا تنقل سفينة شحن أخرى حمولتها الخاصة من الإنفلونزا، ويدرك النيجيريون أن الأوروبيين يجلبون العدوى. المعتقدات الإيمانية تفعل الباقي. ملهمين بطيورهم، يفر عامة السكان من مستشفيات البيض في المدن بحثاً عن الرعاية الصحية في المنزل في قراهم الأصلية. يقتل الفيروس الذي أسمه إيفولونزا ما يقرب من 500,000 شخص. في الوقت نفسه، السفينة ياروسلاف التي تتبع للملكة تعيد 1,300 شخص من أوروبا إلى جنوب أفريقيا مع حالة وفاة على متنها. تم نقل المرضى إلى المستشفى، لكن سمح لبقية الركاب بالعودة إلى منازلهم بعد يومين فقط من العزل. سيقضي الفيروس على 300,000 جنوب أفريقي بسرعة غير مفهومة. تقول امرأة من سكان كيب تاون: أصابتنا هذه اللعنة بقوة الإعصار. في هذه المستعمرة البريطانية يلقي البيض باللائمة على الأفارقة في المرض، وتتهم المجموعات العرقية المحلية المختلفة البيض بالرغبة في القضاء عليهم. الحقيقة هي أن الأفارقة يموتون أكثر من المستوطنين بأربعة أضعاف. عدم الثقة الناتج يؤجج الكراهية المتبادلة ويسرع في وضع قوانين الفصل العنصري التي ستشكل أساس الفصل العنصري. قريباً تنتشر الإنفلونزا الإسبانية كالغرغرينا في كل القارة الأفريقية. بفضل روابط السكك الحديدية والأنهار التي شيدها المستعمرون لنقل ثروة القارة، يعبر الفيروس الأدغال والصحاري بسرعة. خلال أقل من عام قتل 2,500,000 شخص. خلال غزوها بقية العالم، اجتاحت الإنفلونزا البلد الذي نشأت فيه أيضاً. في منتصف سبتمبر تزداد شدة الفيروس، وشهدت قواعد الجيش الأمريكي ثوراناً غير مسبوق. القاعدة في ديفنز ماساتشوستس هي الأكثر تضرراً. في شهر واحد ازداد عدد الإصابات 500 ضعف. كتب طبيب عسكري: بدأ الأمر مع هؤلاء الرجال بما يبدو أنه هجوم عادي من البرد أو الإنفلونزا. إنه يتطور بسرعة كبيرة إلى أكثر أنواع الالتهاب الرئوي شراسة. بعد بضع ساعات ستلاحظ الإزرقاق يبدأ من أذانهم وينتشر في الوجه، فيصعب التمييز بين الرجال البيض والملونين. يعترف فيكتور فوغان رئيس قسم الأمراض المعدية: شاهدت مئات القتلى من الجنود في معسكرات الجيش ولم أعرف ما علي فعله. في تلك اللحظة قررت ألا أثرثر ثانية عن الإنجازات العظيمة للعلوم الطبية، وأعترف بجهلنا الشديد في هذه الحالة. بالنسبة للذين يواجهون هذا المرض وجهاً لوجه، شعروا بالخوف منه، لكن بعضهم لم يكونوا حذرين. حتى الشخصيات رفيعة المستوى تصاب بالعدوى. ومن بين هذه الحالات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، فقد دخل المستشفى سراً مدة 9 أيام في ذروة الحرب. كان على حافة الموت. فرانكلين ديلانو روزفلت الذي كان وقتها مساعد وزير البحرية الشاب
أصبح ضحية مشهورة أخرى للإنفلونزا. بعد عودته من جولة تفقدية في فرنسا، تم إنزاله على نقالة مصاباً بعدوى ثانوية في رئتيه. كانت هناك حالة أقل شهرة حينها، إذ توفي فريدريك ترامب، وهو جد رئيس مستقبلي آخر نتيجة لإصابته بالفيروس. ترك وراءه 3 أبناء وميراثاً كافياً لأرملته لتأسيس إمبراطورية عقارية. في نهاية سبتمبر من عام 1918، عندما كان الحلفاء على وشك الانتصار، قاتلت الإنفلونزا الجنود بشكل أسرع من البنادق الآلية والمدافع. داخل الجيش الأمريكي بدأت الأصوات تدعو إلى تعليق إرسال قوات جديدة. صاحب القرار النهائي الجنرال بيتون مارش عارض ذلك بشدة. أي تباطؤ قد يقود إلى الهزيمة؟ ويعلن: كل جندي مات بالإنفلونزا لعب دوره بالتأكيد مثل زملائه الذين ماتوا في فرنسا. كان قراره الوحيد عزل الجنود الذين تظهر عليهم الأعراض. سيذهب الآخرون إلى المعركة مهما كان الثمن. الطريقة الوحيدة لفعل هذا استخدام أكبر عابرة محيطات في ذلك الوقت. صدرت السفينة USS ليفياتان من ألمانيا في بداية الحرب، وستصبح أكبر ناقلة للإنفلونزا الإسبانية على الإطلاق. يصف أحد أفراد الطاقم رحلتها 9 عبر المحيط الأطلسي بالكابوس. كان أمراً مفجعاً أن نرى رجالاً يسقطون قتلى عند أقدامنا، كما لو أن يداً غير مرئية تعصف بالسفينة تأخذهم بعيداً إلى غياهب النسيان. يتم تسجيل الوفيات بشكل منهجي في سجل السفينة. كان هناك حالة وفاة واحدة على الأقل كل ساعة. عند وصول السفينة إلى بريست، من بين 12,000 شخص من ركاب السفينة، كان هناك 1,000 مريض، ومات نحو 100. خلال الأيام التالية، مات عشرات الرجال في مشافي المنطقة، تجلب كل سفينة عسكرية الموت معها. على مسافة 800 كيلومتر من خط المواجهة، يتم دفن الشباب الأمريكي بالمئات حتى قبل أن يسمعوا صوت إطلاق النار. في الولايات المتحدة، الفيروس الذي هرب من المعسكرات العسكرية يقتل الآن السكان المدنيين. بوسطن بالقرب من معسكر ديفنز المشؤوم كانت أول مدينة تتأثر، وتبعتها المدن المجاورة. طلب العديد من الأطباء بإجراءات وقائية صارمة، لكن السلطات لا ترى حاجة إليها، فالحرب لم تنتهي بعد. الحملة الرابعة لجمع التبرعات لتمويل المجهود الحربي كانت قد بدأت تواً. تمت دعوة الأمريكيين لإحضار أموالهم من أجل ملء خزائن الحرب. في 28 من سبتمبر من عام 1918، نظمت فيلادلفيا عرضاً ضخماً. بدأ جمهور متحمس من 200,000 شخص يتدفق إلى هذا الحدث، إذ يحتفل الجنود والمدنيون معاً. كان حدثاً لا ينسى، خصوصاً بالنسبة إلى الفيروس. في الأسبوع التالي ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير. مستشفيات المدينة مكتظة، تراكمت الأسرة في الممرات. كان العمل في نظام النوبات ضرورياً، وهذا ما أرهق مقدمي الرعاية. كتب الطبيب سيدني روزنبلات:
على مدى الأسبوعين الماضيين واجهت جحيماً حياً، كل ما فعلته هو النطق بشهادات الوفيات والتوقيع عليها. مع أكثر من 650 حالة وفاة يومياً، لم تتمكن خدمات الجنازات من مواكبة الأمر، أغلقت الكنائس، جابت عربات تجرها الخيول الشوارع وجمعت الموتى. انتهى أمر الجثث التي لم تدفن في خنادق محفورة على عجل. لسوء الحظ، لم يتعلم أحد الدرس من كارثة فيلادلفيا. في الأسبوع نفسه، استضافت نيويورك موكب كولومبوس التقليدي الذي حضره الرئيس بنفسه. لكونه منظماً متحمساً للحدث، حرص ويلسون على عدم التعليق على الوباء. بلغت الموجة الثانية ذروتها في نيويورك بعد 15 يوماً، لتصل إلى رقم قياسي محزن بأكثر من 5000 حالة وفاة في أسبوع واحد. لا أحد يدرك حتى الآن أن البشرية غرقت في أخطر كارثة صحية في تاريخها، وسرعان ما وقع نتيجتها ضحايا أكثر من ضحايا الحرب. في خريف عام 1918 تضاعفت شدة الفيروس. من بوسطن إلى بومبي، من روما إلى ريو، أصبح المحور الجديد مدمراً. أصبحت الهند البريطانية التي لم تتضرر نسبياً من الموجة الأولى عبارة عن مقبرة. في أرض يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، يملك الفيروس خيارات عديدة. في كل مكان تتدفق القطارات إلى المحطات مملوءة بالموتى والمرضى. في بنجاب، المنطقة الأكثر تضرراً، وصل عدد الضحايا إلى مليون ضحية. يقول أحد الأطباء: المستشفيات تختنق إلى درجة أنه من المستحيل نقل الموتى بسرعة كافية لإفساح المجال للمحتضرين. في دلهي، يموت مريض من كل مريضين في المستشفى. التقاليد تقتضي بإحراق الموتى في محارق على ضفاف النهر، لكن احتياطات الخشب استنفدت وحرق الجثث أصبح مستحيلاً، لذلك أصبحت الممرات المائية هي من يحمل الجثث. في الهند قدر عدد الوفيات بنحو 20 مليوناً، وهو رقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع. منذ 7 أشهر حتى ذلك التاريخ، انتشر الوباء في كل ركن من العالم. تتذكر الشابة الناجية إيديث غورينغ: كان العديد من المرضى مصابين بالهذيان إلى درجة العنف، وكان على الأطباء تقييدهم. تظهر بقع أرجوانية وسوداء عليهم عند الموت، قيل إن النساء الحوامل قد توفين. في مونتريال يتذكر أحد الأطباء: كنت أشاهد 50 حالة يومياً، وأحياناً أشاهد 4 أشخاص أو 5 أو 6 من العائلة نفسها لا يستطيعون التنفس. عندما أعود في اليوم التالي، يكون 2 أو 3 منهم لقوا حتفهم. يحكي لنا شاب يتيم قصته: مات أبي أولاً، ماتت والدتي في اليوم التالي، وقبل أن نتمكن من دفنهما انضمت إليهما شقيقتي الصغيرة التي ولدت قبل وفاة والدتي بقليل. في باريس تعترف الطبيبة مارغريت باربييه: شعرنا بالعجز، وبسبب شدة الأعراض والسرعة الفائقة للمرض قارنه بعضهم بالطاعون أو الكوليرا. في حلول نهاية أكتوبر، لم تعد المستشفيات الفرنسية قادرة على التأقلم وطلبت المساعدة. كان الطب من دون أسلحة والعلم عاجز.
كانت الإنفلونزا الموسمية تصيب عادة الأطفال وكبار السن، أما النسخة الإسبانية فكانت تصيب الشباب البالغين الأصحاء في أقل من يومين ولا شيء ينقذهم. في ذلك الوقت كان الأسبرين هو العلاج الوحيد المتاح للأطباء، إنه السلاح الفعال الوحيد في مواجهة الحرارة التي تصل إلى 40 درجة. قتل هذا العلاج المقدم مجاناً أشخاصاً أكثر من الذين أنقذهم. كانت الجرعات الزائدة تقصر من معاناة المحتضر، لذا فعليك معالجة المرضى بأي طريقة ممكنة. في فرنسا جرب أساتذة الطب البارزون إراقة الدماء، أوصى بعضهم الآخر بزيت التيريبونتين عن طريق الاستنشاق أو الغرغرة أو حتى الحقن. الإرشادات الصحية التي تكون مقيدة غالباً أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. كانت الإرشادات الأكثر شهرة هي شراء خليط من الكحول على شكل وصفة طبية. في الولايات المتحدة وزعت الشرطة شراباً مهرباً في معسكرات الجيش. في فرنسا أوصي باستخدام شاي جبال الألب الذي لم تكن نتائجه الإيجابية متوقعة، وعد أيضاً علاجاً لنزلات البرد بالمعجزات. في الولايات المتحدة تم إعطاء ملين الأمعاء القوي تانالاك بشكل كبير. استفاد بائعو زيت الأفعى من الباحثين عن الأمل وباعوا أكثر طرق العلاج غرابة. ازدهر سوق عدد كبير من طرق العلاج على شكل حبوب أو شراب أو مراهم، كل منها كان عديم الفائدة أكثر من الآخر، بينما واصل الفيروس عمله المميت. أجبرت بداية الموجة الثانية السلطات على الحد من العدوى. نيويورك أغلقت متاجرها في ساعة الذروة، وأجرت محاكم سان فرانسيسكو محاكماتها في الهواء الطلق. من سياتل إلى كراتشي أغلقت المسارح ودور السينما أبوابها. حظرت سيئول الوصول إلى جميع الأماكن العامة. أغلقت مانشستر مدارسها. وفي أفريقيا قيد زعماء القرى التجمعات بما في ذلك الجنازات. بعد أشهر عدة من الإهمال زاد الوعي بشكل كبير. عبر القارات الخمس يتم القيام بكل ما هو ممكن للحد من التفاعل الاجتماعي. على الرغم من ذلك في فرنسا بقيت المقاهي مفتوحة حتى 7 مساء، ولهذا السبب أغلقت إسبانيا حدودها، بينما أغلقت أستراليا موانئها، ونشرت اليابان منشورات وقائية من الجو. في أماكن أخرى بقيت بعض الجامعات مغلقة، وتم إعطاء الدروس في الهواء الطلق. حتى رجال التوصيل حرموا من زبائنهم. على الرغم من عدم نشر الأمر بالإغلاق العام حتى ذلك الوقت، أصبح البقاء في المنزل هو القاعدة. مع مرور الأيام تحولت الرسائل الوقائية إلى أوامر: استخدم منديلاً عند العطس. يقول أحد المنشورات التي خطها الجنرال الجراح الأمريكي: السعال والعطاس ينشران الأمراض، إنهما خطيران مثل قذائف الغازات السامة. علقت المنشورات على طول الطرق السريعة العامة وفي وسائل النقل.
شكلت الأقنعة في ذلك الوقت رمزاً لمجتمع واقع في خطر، وهي جوهر نظام الدفاع. باعتبارها رائدة بهذا، طلبت اليابان من مواطنيها استخدامها في المدن حتى للأطفال. في الولايات المتحدة، جعلت بعض الولايات ارتداءها إلزامياً، كما هي الحال في كاليفورنيا، حيث سماها الحاكم الواجب الوطني لكل مواطن. في سان فرانسيسكو ونيويورك تعرض المخالفون للغرامات، وتم القبض على أولئك الذين يقاومون ومحاكمتهم. احتشد المتظاهرون باسم الحرية الفردية، لكنهم تعرضوا لخطر إطلاق النار. من ناحية أخرى، تساءلت الصحافة في باريس، هل ستوافق السيدات الباريسيات على تشويه أنفسهن لحماية أنفسهن؟ أخشى أنهن يفضلن الموت على ارتداء الكمامة. هذه الكمامة الواقية لا تمنع الفكاهة أو الإبداع. في فرنسا، بقي ارتداء الكمامة في مرحلة التجربة، لأنه في حلول منتصف أكتوبر كانت الصحف لا تزال مصرة على أن الحالة الصحية العامة في باريس جيدة. انتشر تفاؤل سوريالي في اللحظة نفسها التي أوشك فيها الوباء على بلوغ ذروته في العاصمة الفرنسية. في المدن الكبرى أصبحت المشارح ممتلئة وتراكمت الجثث بسبب نقص التوابيت والأكفان. منع الزوار من دخول الكنائس، وتم الدفن على عجل في الليل مع منع وجود العوائل لتوديع الموتى. خلال هذا التفشي المميت، اجتاح الفيروس الريف من هيرولد إلى نورماندي. في فوندي، واصل رئيس الدير أداء الطقوس الأخيرة حتى قتله الفيروس. في قاعات المدينة، تم إصدار العديد من شهادات الوفاة في أسبوع واحد أكثر مما يصدر عادة خلال عام. تدمرت قرى بكاملها. خنقت الإنفلونزا الإسبانية كل شيء، كأنها سرب جراد انقض على المحاصيل، تتغذى مدة 15 يوماً ثم تختفي وتعاود الظهور في مكان آخر. في 11 من نوفمبر من عام 1918 انتهت الحرب العالمية أخيراً. استسلم المنتصرون والمهزومون لحمى جماعية، لكنها موضع ترحيب هذه المرة. الأخبار السارة لا تأتي بمفردها، ينخفض معدل الوفيات وينحسر الوباء. بعد يومين من انتهاء الحرب، كتبت الصحف: الإنفلونزا تهرب مثل الألمان. كان الاحتفال نعمة بالنسبة إلى فيروس لا يعرف الاكتفاء. وفرت احتفالات السلام المكان المثالي للفيروس من أجل الهجوم مجدداً. قريباً ستنتشر موجة ثالثة وتضرب حتى أكثر المناطق النائية. في منتصف نوفمبر، تتجه سفينة من نيوزيلندا إلى سلسلة من جزر في المحيط الهادئ التي عاشت بأمان حتى الآن. في فيجي، كان على متن السفينة إس إستالون 5 مرضى من البحارة. لمواصلة رحلتها، رست السفينة في ساموا الغربية وتونغا، ونشرت سمها القاتل في قلب السكان الميلانيزيين الذين لم يتعرضوا للفيروس من قبل. من المعتاد أن يستلقي أقارب المريض إلى جانبه كنوع من التعاطف. فقد واحد من كل 5 من سكان الجزر حياته تقريباً.
أفاد أحد المراقبين. ليلاً ونهاراً كانت الشاحنات تجوب الشوارع محملة بجثث للمحارق التي عملت بشكل متواصل. لم تتعافى المستويات الديموغرافية في فيجي إلا بعد 20 عاماً. لحسن الحظ تجنبت رحلة تالون المروعة الجزر المجاورة لساموا الأمريكية. كان هناك بروتوكول صارم بالحجر الصحي الإجباري للسفن القادمة والدوريات الساحلية لمنع عمليات الإنزال غير القانونية. كانت ساموا الأمريكية من الأماكن القليلة التي نجت من ويلات الإنفلونزا الإسبانية. لأنه حتى في الأماكن المتجمدة في تضاريس غير مضيافة يبدو فيها وجود الحياة أمراً مستحيلاً، نجح الفيروس في إيجاد طريدته. في ألاسكا بفضل اجتماع قصير مع صياد أو عامل ميناء شق الفيروس طريقه عبر العائلات مستفيداً من العادات التقليدية، إذ تشترك الأسرة كلها في غرفة مشتركة من دون تهوية أو نوافذ لحماية أنفسهم من المناخ القاسي. كان نظام التدفئة الأكثر فاعلية هو التقارب الجسدي. في بعض القرى المعزولة مات 85% من السكان. لم يعش الناجون فترة طويلة وكانوا من الأطفال عموماً. بعدما تركوا لمصيرهم مات الكثير منهم من البرد أو الجوع. بعد عام تقريباً من ظهوره للمرة الأولى استمر الفيروس بهجماته الجهنمية. آخر معقل للمقاومة أستراليا كانت محمية حتى ذلك الوقت بفضل الحجر البحري الصارم. لكن في نهاية شهر ديسمبر تسللت سفينة حربية عبر شبكة الأمان ونزل منها 90 جندياً مريضاً إلى منازلهم عائدين من الحرب. أصيب ثلث سكان المدينة. في يناير من عام 1919 كان للفيروس تأثير كارثي على اليابان. في فبراير ودعت أوكرانيا ملكة الشاشة. فيرا خواودنايا أيقونة السينما الروسية توفيت في 25 من عمرها. في شهر مارس كان كرنفال ريو بمثابة نور ساطع، لكن روعة الاحتفالات لن تمحو ذكريات المذبحة القادمة. في أبريل نعت كندا أسطورة هوكي الجليد جو هول. أصبحت وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 37 عاماً رمزاً للوباء. في ربيع عام 1919 شق الرئيس وودرو ويلسون طريقه إلى أوروبا. بعد 4 أشهر من هزيمة ألمانيا كانت لا تزال مسألة تعويضات الحرب تقسم المنتصرين. اعتقد الزعيم الأمريكي أن العقوبات الشديدة المفرطة قد تثير الرغبة في الانتقام بين الخاسرين. كان ينوي كسب تأييد حلفائه. لكن فجأة حدث أمر مفاجئ. في 3 أبريل تم تأجيل اجتماعات الحلفاء. أصيب ويلسون بمرض خطير. قال كاري غريسون طبيبه الشخصي بشكل سري: أصيب الرئيس فجأة بمرض إنفلونزا شديد في وقت بدت فيه الحضارة بكاملها على المحك. بعد 5 أيام تماثل للشفاء، لكن بالنسبة إلى من كان يعرفه لم يعد هو نفسه. لم يسبق أن رأوه منهكاً ومتعباً جداً. كان حارسه الشخصي في حالة ذهول. جعله المرض ضعيفاً جداً،
ما أدى إلى تغيير انتباهه بشكل جذري. في 28 من يونيو عام 1919 وقعت اتفاقية السلام نهائياً. تسببت معاهدة فيرساي بجثو ألمانيا على ركبتيها. كان مبلغ التعويضات مرتفعاً لدرجة أنه سيوفر ذريعة لاندلاع الحرب العالمية الثانية. بعد 18 شهراً من ظهورها الغامض في معسكر للجيش الأمريكي، أنهت الإنفلونزا الإسبانية دورة أحداثها. ذهبت تاركة وراءها 50 مليون ضحية. من دون أدوية أو لقاحات، تمكنت البشرية من هزيمة الفيروس المخيف. كان انتصاراً محظوظاً، ربما تحقق بفضل مناعة القطيع، لكن بكلفة عشرات ملايين الأرواح البشرية. كان انتصاراً حلواً ومراً، خصوصاً أن الفيروس لم يقضى عليه تماماً. إنه في حالة تنقل دائمة، ساكن ويهدد بالاستيقاظ في أي وقت.